أكد عدد من المحللين والمهتمين بدراسة العلاقات الخليجية الخليجية أكدوا أهمية القمة الخليجية التي سيتم عقدها في المنامة في 6 و7 ديسمبر الجاري. نعم عبد الله، فقد اتفقت الآراء أن هذه القمة تحمل الكثير من تطلعات الشعوب الخليجية، خصوصا مع تطورات الساحة السياسية المحيطة بدول الخليج العربي. طبعا دائما القمم الخليجية تتناول مواضيع في غاية الأهمية، مواضيع الساعة، وهذه المواضيع مهمة جدا، لأن هذه القمة ستكون قمة مناقشة الأزمات التي تمر على المنطقة وكيفية مواجهة هذه الأزمات الخطيرة ومهددات الأمن بالذات. أنا أتمنى طبعا أن يكون التركيز على المواطن الخليجي بشكل أساسي، التركيز عليه من حيث التنمية، المعيشة اليومية، الاستقرار السياسي، لأن هذا اللي احنا نحتاجه الآن في المنطقة، تحصين المنطقة وتحصين الفكر العام من الرياح يعني أو من التسونامي الذي يجري حول منطقة الخليج. نحن دائما نتطلع إلى أن القمم هذه دائما تخرج بقرارات في صالح الإنسان الخليجي، المشكلة تبقى دوما في التنفيذ وسرعة يعني تنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو. أنا أتمنى أن تكون يعني إضافة أخرى عملية للسير نحو الاتحاد الكونفدرالي الخليجي. الوقت ليس في صالحنا والأحداث المحرقة لا تنتظرنا، ونحن بحاجة إلى قرارات جريئة وتاريخية وبعض التنازلات من كل الأطراف وليس من طرف دون آخر. ينتظر المواطن الخليجي هذه القمة بفارغ الصبر، هنالك نوع من التحديات التي تهدد وجود الخليج ككيان اقتصادي وسياسي كبير بكل مكوناته بكل دوله. هنالك استهداف حقيقي للوجود الخليجي، واعتقد بان القمه منتظر منها الكثير للوقوف ولتبصره المواطنين الخليجيين بمنهج عمل بطريقة تغيير نمط الحياة لمواجهة هذه التحديات. طبعا نحن كشعوب وكإعلاميين نطمح دائما إلى المزيد من الإنجازات في القمة الخليجية القادمة، وكما نعلم يعني في كل قمة هنالك إنجاز، وما أريد أن أقوله يعني طموح وتمنيات الشعوب الخليجية كبيرة جدا، وأتمنى أن يتحقق المزيد لما فيه الخير والرخاء لشعوب المنطقة.